2013 لما صدق فعليا اقول بلشت بدمع ضمير، قررت انشر اول صوره، والصوره نشرتها من دون موافقه الاهل. يعني قعدت واتذكر الليل كله اني سهرانه وايدي ترجف انه اسوي بوست ولا، لانه اهلي يعني ما عندهم تقبل. فسويت بوست وقعدت ثاني يوم، وخلال يمكن 24 ساعه حصلت 1,000,000 لايك على الصوره. فهنا أنا بلش الانتشار للفيسبوك، وبعد يمكن أكثر من سنة أو سنة وشوية يلا استوعبت إنه أوه هذه اسمها سوشيال ميديا، وبلشنا سوشيال ميديا. أكيد وقت الحادث يعني أهلي ما إجوا وقالوا لي حبيبتي زوزو شنو رأيك يعني نطير رجلك لولا. الحوار كان كالآتي، إنه خلص عملية وذاتس إت، يعني ماكو شيء اسمه شنو رأيك. عمري كان قريب 7 سنين، والعملية كانت إجبارية وليس اختيارية. صحيح أنه الأهل أخذوا ممكن ساعات أو أيام بسيطة حتى يوقعون على الموافقة، بس البتر كان لا مفر منه، لأنه صحية ممكن قنبلة من آثار الحرب، بس تباعها خطأ طبي سوى جانجرينا، والجانجرينا إذا تستمر أنها تصعد توصل للقلب، فحيصير أنه خلاص يعني شخص يموت. فتلاحقوا على الرجل مرحلة اللي هي قريب فوق الركبة، وبعدين البتر صار فوق الركبة. لما قعدت أكيد ما كان شعور حلو، صح أنه عمرك 7 سنين، بس أتذكرها لما خصوصا إجوا الممرضين يضمدون الجرح، فهنا أنا يعني اكتشفت أنه صار عندي بتر، وصبيت غضبي على خالي لأنه حاول يغصبني أني أكل وأنا يعني ما أريد أكل زعلانة. أتذكر هذه المواقف البسيطة، بس كان زعل كبير، مع العلم أني كنت طفلة احتاجيت وقت أني أتأقلم. ما احب اوصفها انه عجز او يعني عجز تام، عادي مراحل الضعف كلنا نمر بها بحياتنا، يعني مختلف مواقف، اوقات ممكن موقف سخيف يستفزك وتنهارين اللي هي ايش السالفه. ممكن السند اكيد هم الاهل، وبالتحديد الوالده، يعني كانت سند بمواقف مختلفه، بس انا انسانه اكابر على نفسي بشكل عام صراحه، ومو دائما اعترف حتى بمراحل الضعف اني اواجهها ويا نفسي، ما احب اخلي غيري يشيل همي، فأحاول بشكل ما أو بآخر أكون سند لنفسي، ومن أحتاج ممكن أصدقاء مقربين حتى ما أحمل الأهل أكثر من طاقتهم. قبلني. ما أتوقع أكو واحد بالدنيا حالياً بقى بعقله تماماً بعد كورونا، وخصوصاً الحجر يعني أثر بينا هواية، خصوصاً اللي متعود على السفر، وأنا بطبيعة الحال متعودة على الأقل ممكن بالشهر مرة عندي سفر نتيجة التزام عمل. فلما جيت وفجأة انحبست بالبيت، واللي هو اعتبره مثل فندق اني بس انام بالليل واقعد، التزامات اليوم كله، كان صعب، كان جدا صعب. دائما اقول للناس انه الكورونا بشكل عام ربتنا، انه ربت بينا صفات حلوه ممكن صعب نشتغل عليها بالايام العاديه، مثل ان نتاقلم ويا التغيير، كل يوم قوانين جديده، كل يوم اشياء جديده، يصير عندنا صبر، طوله بال، خوف وحرص على احبابنا اكثر، بما انه صار الموضوع انه ممكن ياثر عليهم. تجربة مختلفة وإن شاء الله تروح وما عاد تنذكر. رسالتي صراحة ما أشوفها محدودة بس على شخص ممكن فقد جزء من جسمه، رسالتي أكبر من هيك. رسالتي أن الواحد يحب نفسه بكل تفاصيله، أن يكون عنده ثقة بنفسه بقدراته، يصير عنده طموح كبير، حب للدراسة، حب الأفكار معينة الأحلام، لأنه أنا بالأخير شخص عندي هواية اهتمامات.